Eid al-Adha is just around the corner. This holiday season, you can help uplift the spirit of someone in need and participate in Life's Udhaya Qurbani program, which reaches out to over 20 countries around the world. Donate today by calling 1-800-827-3543 or by visiting www.lifeusa.org. إيمانا منها بقيمة العمل الخيري في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وسعيا منها لإدخال الفرحة على أكبر عدد من الأسر المعوزة في يوم عيد الأضحى المبارك، تنفذ منظمة الحياة للإغاثة والتنمية وبمناسبة عيد الأضحى مشروع توزيع الأضاحي الذي يهدف إلى توزيع أضاحي العيد وإدخال الفرحة على أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والفقيرة. هذا العمل الإنساني الخيري لسنوات طويلة جدا. ينضم إلينا الأستاذ علاء أبو رحمة المدير الإداري لمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية لنعرف عن مشروع الأضاحي لهذا العام، مناطق وآلية التوزيع في أمريكا وحول العالم. صباح الخير أستاذ علاء. صباح الخير ست ليلى، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا فيك. دايما لك إطلالة متميزة على أثير صوت العرب من أمريكا، مرحبا بك في هذه الأيام الخيرة. تختار هذه الأيام الخيرة لتطل علينا بالخير ولنعرف منك الأيادي البيضاء لمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية في توزيع الأضاحي وأيضا إدخال الفرحة على الأسر المحتاجة والفقيرة. نبدأ من هنا، من الولايات المتحدة الأمريكية. حدثنا قليلا عن هذا المشروع الذي له سنوات أستاذ علاء. طبعا ست ليلى، بداية طبعا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن موظفين وكادر مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في أمريكا وحول العالم، أتقدم بحر التهاني والتبريكات لكل من الجاليتين العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم مناسبة قرب حلول طبعا عيد الأضحى المبارك. وأيضا أسأل الله العلي العظيم بأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من الجميع الطاعات. تبنى إن شاء الله مع حجاج بيتك العتيق إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله. أنا وأنت يا علاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا مثل ما حضرتك حكيتي، في هذا الوقت من السنة الهجرية منذ 27 عاما ومؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية تقوم بكامل طاقتها من موظفين ومتطوعين في العمل على مشروع الأضاحي وتوزيع اللحوم على المحتاجين حول العالم. هذا العام قمنا ومنذ أكثر من شهرين على التنسيق في أكثر من 21 دولة حول العالم في تنفيذ هذا المشروع. آلية المشروع كما حضرتك يعني حكيتي طبعا كالتالي، يقوم الإخوان في المكاتب حول العالم على تثمين الأضاحي وسؤال تجار المواشي عن الأسعار، ومن ثم رفع الأسعار طبعا مع تكاليفها إلى المكتب الرئيسي، تكاليف المشروع طبعا بيبعثوا لنا التقارير على المكتب الرئيسي في ساوثفيلد، تقوم لجنة مختصة بتدقيق هذه الأسعار وتحديد عدد الأضاحي في كل بلد. طبعا تحديد الأضاحي بيكون بناء على الأرقام اللي تحصلنا عليها في العام الماضي. مثال يعني مثلا لو حكينا كان وصلنا مثلا 400 أضحية لبلد معين العام الماضي، بنقوم بتحويل 400 أضحية هذا العام لهذا البلد. من ثم طبعا يقوم مكتب المؤسسة في حول العالم يقوم بشراء الأضاحي من تجار المواشي طبعا قبل الموسم حتى نضمن أنه نأخذ السعر المناسب. طريقة التنفيذ طبعا نقوم في أول يوم بذبح الأضاحي مباشرة بعد صلاة العيد، تعبئتها على شكل حصص وتوزع على المحتاجين. وطبعا في حال أنه كان عدد الأضاحي زاد على الرقم اللي احنا مبعوث، نقوم طبعا في ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم قبل صلاة العصر طبعا بعملية الذبح. بيكون الذبح عادة في المساء وتوزيع الأضاحي في الصباح. طبعا من هنا من منبر صباح الخير ميشيغان، أنا بتوجه بالشكر العميق لكوادر مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية اللي طبعا بيتعبوا جدا 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 في خلال هذه الفترة، لأنه طبعا ما في نوم، عمل على مدار 24 ساعة. فوجه لهم في من هون.
وطبعا أستاذ علاء دعني يعني أضيف على كلامك، في زيارة لمكتبكم كان هناك حديث عن 3 شفتات عمل متواصل كما أشرت لكادر لايف للإغاثة، مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية، وطبعا كل الشكر لكم على هذا الجهد الموصول من أجل هذه المناسبة التي ينتظرها العديد من الأبناء الأسر. قد لا يتخيل البعض أستاذ علاء أن هناك فعلا من لا يذوق اللحمة، والله في يعني ناس ممكن تستغرب أنه عن جد أنه إحنا في هذا الوقت في هذا الزمان في هناك أسر لا تذوق اللحمة إلا من العيد للعيد. أنتم أقرب إلى الصورة، أنتم أقرب إلى هذا الموضوع، هل أطلعت مستمعين على هذا الموضوع من فضلك في بعض البلدان وحتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هناك فقر أيضا كما أشرت لنا. مؤسسة ليلى يعني الفقر والحاجة والحروب ويعني أسباب عديدة جدا يصعد شرحها، خلينا نحكي بس فعلا هناك عائلات، هناك أسر لا تصلها اللحمة أو ما بيشوفوا اللحمة إلا من عيد لعيد. القصص كثير والأمثلة عديدة جدا. يعني أنا ممكن في عجالة مثلا، أنا مع مؤسسة الحياة خلال 12 عام الماضي بسمع قصص، وصلني تقارير من مكاتبنا ومن الفيلد، وحتى طبعا أنا شخصيا وقعت أمامي حوادث كثيرة، بس ممكن أني أسرد قصة بسيطة جدا لمستمعينا الكرام. في أحد الأيام كادر المؤسسة عم بيوزع في دولة من الدول اللي أريد أن أذكرها، قام الشخص بإعطاء حصة الأضاحي لطفلة عمرها 9 سنوات. فالبنت أخذت الحصة الكيس وفتحته وأكلت من اللحمة وهي ني. بحكي لها الأخ، بحكي لها مش هيك عمو، يعني اللحمة هاي لازم تنطبخ، يعني ما بصير تأكليها نية. بحكي له والله ما بعرف، أول مرة بحياتي بشوف لحمة. يعني قصة يعني بصراحة تقشعر لها الأبدان. عائلات عديدة جدا، يعني مشروع الأضاحي واللحمة بالذات في بعض الدول عبارة عن إشي مستحيل إنه يوصل اللحمة أو يشوفوا اللحمة أو يكون يعني في على المائدة تبعتهم هناك لحمة أو لحمة مطبوخة على المائدة. الله يكون في العون، يعني الحمد لله رب العالمين على نعمه. على نحن نتابع، يعني هذا هو هدفي من السؤال. نحن نتابع الأخبار، نحن نتابع ما يجري في العالم، لكن هذه الصور المؤلمة، هذه الحوادث التي ترونها أنتم كفريق عمل، أود أن أركز عليها لعناية مستمعينا. يعني هناك تقصير دولي أستاذ علاء فيما يتعلق بالتبرعات نتيجة استمرار الحروب، نتيجة ربما أزمات سياسية تسيس هذا الموضوع الإنساني. يعني لا نفصل السياسة عن ما يحصل في عالمنا اليوم وما لها من ضغوطات أيضا تؤثر من الناحية الإنسانية. إذن نحن أمام يعني موقف إنساني كبير جدا، ويجب أن يكون لنا دور بجزء يسير. دائما أركز على هذا الموضوع، هذه القصص التي لا نسمع عنها إلا من منظمات كبيرة لها مصداقية، لها عمل طويل كما أشرت. يعني لفت انتباهي 27 عاما مؤسسة الحياة تقوم بهذا العمل، أكيد رأيتم العديد من القصص التي لا يعلم عنها مستمع. طبعا ست ليلى، طبعا بالإضافة أنا اللي حاب أذكره لمستمعينا الكرام إنه كما نحن ندخل الفرحة والسرور لأبنائنا وعائلاتنا خلال العيد بأي شكل من الأشكال مع النعم اللي إحنا عايشين فيها في عيد الأضحى، تبرعات المتبرعين لأضاحي الذي يقدمونها طبعا المستمعين الكرام ومتبرعين الكرام، هاي تدخل الفرحة والسرور إلى آلاف وملايين المحتاجين خلال أيام العيد. ما تتخيلي فرحة الأسر بوجود، يعني إحنا ممكن هنا في الولايات المتحدة نحكي إنه وجود طبق موجود عليه لحمة، أو يعني سوري بالعامية طبخة موجود عليها لحمة، ممكن يكون إشي عادي أو إشي يومي أو يعني ملوش هالمعنى، ولكن في بعض الأسر والعائلات الموجودة حول العالم إذا كان موجود هذا معناته هو عيد. فنحن يعني الفرحة اللي حيكون
تكون هاي العائلة أو الأم عندما تطبخ لأولادها ويكون في مع الأكل في لحمة، هذا يعني فرحة للعيد والله لا يدركها الشبعان، عجزة الكلمات. نعم يعني الشبعان لا يدرك هذه النعمة. يعني احنا يعني الحمد لله بفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك مظاهر فقر لا شك، هناك فقراء لا شك، لكن يعني ليس بهذه الصورة التي يعني أشرت إليها الآن. والله يعني دمعت عيناي وأنت تقول هناك طفلة لا تعرف كيف تؤكل اللحمة، يعني تريد أن تأكلها نيئة. يعني أستاذ علاء، نبدأ من مشروع هذه السنة، نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا أنتم خصصتم جزء من هذه الأضاحي في أمريكا، وتحديدا أعتقد في ولاية ميشيغان، صحيح؟ صحيح ست ليلى، كان المشروع أنه ممكن يتوسع على أكثر من ولاية، ولكن آلية التنفيذ كانت شوية فيها صعوبة في غير ولايات، ولكن إن شاء الله في العام القادم راح يكون في تنفيذ أحسن. احنا نفذنا العام الماضي في اكثر من ولاية في امريكا، وسبق ان انا كنت معك على في برنامجك وحكينا على الموضوع هذا. العام هذا يعني موجود، احنا موجودين في ولاية ميشيغان، نقوم توزيع كوبونات خاصة وتوزيعها على المراكز الإسلامية في ولاية ميشيغان. ممكن انه انا بسرعة هيك اسرد بعض المراكز اللي يكون توزيع للكوبونات. يعني خليني ركز على قبل ما على هذه، أي شخص مثلا ممكن من مستمعينا بيعرف أنه في عائلة بحاجة، ممكن أن يتوجه إلى هذه المراكز بلا أي استثناء، بغض النظر عن العرق، عن الدين، عن أي شيء، إذا بيعرفوا في عائلة معوزة أو محتاجة ممكن يتوجهوا، صحيح؟ أكيد طبعا ست ليلى، أكيد أكيد. وحتى يعني في حالة كان مثلا حبوا يكونوا في هذه يروحوا يأخذوا كوبونات من هذه المراكز وتم رفضهم أو رجاء الاتصال علينا على المكتب. بداية طبعا المراكز هاي إسلاميك سنتر في ديتروي، مسجد إسلاميك سنتر في ديتروي ICD، مركز معاذ بن جبل، مسجد السلام، مسجد البقاع، مسجد ديكس، ICI اللي في سان كريس شورت، الناس اللي ما تعرفوا. طبعا حيكون في توزيع توزيع خاص في منطقة هامترامك. كذلك هناك طبعا دفتك بيوصل له تريد مش هيك، وهاي تريده تمام. في موجود عندنا كمان مسجد سعد فاونديشن وTMCC تريده كمان. هذول المراكز حيكون موجود الكوبونات خلال أيام العيد، حسب معلوماتي إنه حتكون يعني راح توصلهم الكوبونات خلال ثاني يوم العيد، ويكون اللحوم متواجدة في يوم معين. سوف يكون التنسيق مع المركز حيث إنه اللحم تكون مفرز، يعني عفوا تكون جاهزة للتوزيع في يوم معين، حتى لا تتلف أو حتى لا طبعا لا تخزن ولا تفرز ولا تكون طازج. كيف يمكن لمستمعينا الاطلاع على مواعيد التوزيع اللي حابب انه يكون بيعرف انه هذه العائلة معتازة، هذه العائلة ممكن انه تتوجه لأحد المراكز وتأخذ النصيبة من اللحم، يعني وين ممكن يشوفوا وقت التوزيع أستاذ علاء من فضلك؟ طبعا هم اذا قريبين من اي مركز من اللي ذكرناهم هان اليوم ممكن انهم يروحوا يسالوهم. تمام، ممكن يروحوا يسالوا ويشوفوا التنسيق. ولكن في حاله وجود اي سؤال، تم تحضير برنامج عمل مكثف من الصباح الباكر وحتى ساعات متاخره في الليل خلال ايام العيد لاستقبال التبرعات. اولا طبعا من خلال الويب سايت او من خلال الاجابه على هاتف المؤسسه طبعا، او التوجه لمكتبنا في ساوثفيلد. وممكن انه المستفيدين من برنامج الاضاحي كمان ممكن يتصلوا علينا على المؤسسة ويكون عندهم معلومات اكثر عن برنامج التوزيع. استاذ علاء، نطلع فاصل للاعلان ونعود معك استاذ علاء. عيد الاضحى is just around the corner. This holiday season you can help uplift the spirit of someone in need and participate in Life's Udhaya Qurbani program, which reaches out to over 20 countries around the world.
Donate today by calling 1-800-827-3543 or by visiting www.lifeusa.org. عودة معك أستاذ علاء، كنت تذكر لنا بعض البلدان التي ستوزعون فيها أيضا غير الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا الرقم المحلي من فضلك أستاذ علاء لمستمعينا. طبعا رقم مؤسستنا 1-800-827-3543، مرة ثانية 1-800-827-3543، أو ممكن تتوجهوا على مكتبنا في ساوثفيلد، عنوان المكتب 17300 West 10 Mile Road، Southfield, Michigan. إحنا على 10 Mile Road between Southfield and Greenfield. طبعا شكرا لك على هذه الإضاءة وتوجيه عناية مستمعينا إلى التوجه إلى مكتب لايف على 10 ميل وساوثفيلد، أو اتصال معهم مباشرة على 1-800-827-3543 من أجل التبرعات وأيضا من أجل الحصول على معلومات حول التوزيع. أستاذ علاء، ننتقل معك إلى العالم العربي الآن، والعالم أين المناطق التي توزع لايف الأضاحي هذا العام؟ عدة بلدان كما ذكرت لحضرتك، 21 بلد السنة هاي العام هذا بمشروع الأضاحي. طبعا ممكن أنا أذكر إحنا عاملينها كاتيجوري معينة، يعني قائمة لكل حتى نوحد الأسعار، يكون حتى المتبرع يكون يعني هو حر أو حسب إمكانياته تبرعه يكون لإحدى هاي البلدان. بداية مثلا خلينا نحكي عن دول معينة، قيمة الأضحية $85، يعني أقل من $100، هي أثيوبيا والهند وكينيا وباكستان، سيراليون، الصومال وأوغندا، معظم هاي الدول الإفريقية. $85 سعر الأضحية الواحد، يعني ممكن أي شخص يعني قادر على في أمريكا هنا أنه يتبرع على $85. دول أخرى قيمة الأضحية $180، هي أفغانستان، بنغلاديش، السنغال، السودان واليمن. طبعا الأسعار وضعت بناء على دراسة، يعني دراسة جيدة جدا من قبل مكاتبنا المتواجدة في هاي الدول مع تكاليف مشروع الأضاحي. في أسعار تانية $250 في البوسنة، في لبنان وفي غانا. دول ب $320 العراق، الأردن، مصر، سوريا والولايات المتحدة. سعر الأضحية في الولايات المتحدة $320. أنا متأكد إذا أي حدا حاب يعمل أضحية في هذا الموسم طبعا في أمريكا بأي مزرعة حتكون أغلى من $320. وأخيرا $420 في غزة وفي الضفة الغربية، طبعا في فلسطين بشكل عام $420. كنت ليلة طبعا بالإضافة إلى مشروع الأضاحي، يعني طبعا مثل ما حكينا انه ندخل الفرحة والسرور الى الاف وملايين الاسر خلال هذا العام. هناك عيدية للايتام، نحن يعني فخمة مؤسسة الحياة في كل عام بعمل احتفالية في بعض الدول الموجود فيها مشروع الايتام، ونقوم يعني طبعا بالترويج على دفع عيدية للايتام حتى ندخل الفرحة برضو زي ما حكينا زمان. اي مشروع مؤسسة الحياة بتقوم فيه تكون الأولوية دائما لأيتامنا. خلينا نحكي Where is life there is hope يا أستاذ علاء. أكيد أكيد الفرحة كتير حلوة، خاصة لما تشوفيها بوجوه وعيون الأطفال والأمهات الفكالة. فنداء يعني من خلال برنامجك الكريم لكل المتبرعين، لكل اللي عم بيسمعونا اليوم، إنه يتبرعوا معنا لمشروع الأضاحي ومشروع كفالة الأيتام وعيدية الأيتام بالذات. عيدية الأيتام مشروع جميل جدا. قديه ممكن يتبرع الواحد لمشروع كمان عيدية الأيتام أستاذ علاء؟ ليلى أي مبلغ ممكن إنه نعم أي مبلغ ممكن إنه يساهم بفرحة، وهي الفرحة ثمنها غالي غالي غالي، ما حدا بيشوفها إلا اللي بيكون على الأرض. ممكن $5 ممكن all the way لتكون 5,000. يعني إحنا دائما في العيد بنضيف مشروع عيدية الأيتام على مشروع الأضاحي،
أسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. اللهم أمين أستاذ علاء، يعني أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة، ونذكر مستمعينا أن إدخال الفرحة على طفل يعاني ما يعاني في العالم العربي ينتظر هذه الفرحة من العيد للعيد، نضع أنفسنا لا سمح الله في هذا الموقف، نتمنى لأطفال العالم كما نتمنى لأبنائنا تبرع بسيط جدا ممكن أن يساهم في إدخال هذه الفرحة، كما أشار الأستاذ علاء أبو رحمة المدير الإداري لمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، وأذكر برقم التواصل مع لايف 1-800-827-3543 1-800-827-3543. كل عام وانت بألف خير ولايف بألف خير، وإلى جميع العاملين في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية نقول بالنيابة عن كل من تساعدهم جزاكم الله كل خير. أستاذ علاء شكرا لك، بألف خير. شكرا شكرا ست ليلى.